اللي رح نعمله سنة مع التلاميذ ورح نجرب قد ما فينا نشتغلهم على الأداء بالأغاني يكون منيح وتظبيط النفس ليكونوا مرتاحين. نجرب نشتغل بطريقة إنه يوصلوا نهار البرايم على المسرح ما يكونوا مشنجين. رح يكون في صفوف كتير حلوة كتير مميزة وأحلى من هديك السنة ودايماً استمرارية مع التلاميذ. التشالنج تبع هيدي السنة إنه ما أكرر حالي، أقدم أشياء جديدة ونقدم أشياء أكثر من نوع، أحاول قدر المستطاع خلي كل الطلاب يقدروا يرقصوا. المهمة هيدا السنة مثل سنة الماضي كانت إنه يطلعوا الكانديدا على المسرح نهار البرايم واسقين 100% من الأغاني اللي بدهم يغنوهم. لكل الناس مش بس الطلاب، وبتصور حيكونوا هن مبسوطين ويرتاحوا لأنه ستريس الأكاديمي وستريس الضغط اللي بيكون عليهم كل الوقت من وراء الغنى من وراء البرايم من وراء التست اللي عندهم ياهم يعملون. بتخيل لازم يكون عم يعملوا سبورت. بوعد انه ان شاء الله المشاهدين رح يحبوا، الفانز يعني رح يحبوا كثير هيدي السنه اصوات وكاركتر واشياء يعني بقلب الاكاديمي. مهمتي لهالسنه اني تابع الطلاب وحتى يمكن شوي من الاساتذه خلال هالاربع اشهر شو بدهم ياكلوا وكيف بدهم ياكلوا. يشكوا لي همهم يشكوا لي مخاوفهم لحتى عن جد نقدر بهالفترة اللي عم بيقضوها بالأكاديمية يكونوا عم نطلع أحسن شيء يلي عندهم من جوا.